يقول ابن القيم رحمه الله كما في إغاثة اللهفان: الله جل وعلا جمع بين هذين النوعين. من؟ الذي شرح الله صدره بسبب الهداية، والذي ضيق الله صدره بسبب الضلال. قال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه، النتيجة يشرح صدره للإسلام، هذا هو النوع الأول، النوع الطيب. ومن يرد أن يضله، النتيجة يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا حرجا. بل قال كما في كتاب الفوائد، قال: كما أن الله عز وجل يجمع بين الهداية وبين انشراح الصدر وبين الضلالة وضيق الصدر، كذلك هو عز وجل يجمع بين الإنابة والهداية وبين قسوة القلب وبين الضلالة. قال عز وجل: ويهدي إليه من ينيب. وقال في الصنف الآخر: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك ماذا؟ في ضلال مبين.